يبدو أن هذا الكلام كان عبارة عن أمنيات أكثر من تحليل اقتصادي، لأن التحليل الاقتصادي يجب أن يكون مبني على حقائق ووقائع معينة. الاقتصاد السوري على الرغم من الهزة الشرسة الكبيرة التي قادتها مجموعة من الدول الإقليمية مثل قطر والسعودية وتركيا ودول عالمية، إلا أنه ما زال يستطيع حتى الآن الوفاء بمتطلباته تجاه المواطنين، وإن كان الأمر ذلك يعاني من صعوبة كبيرة لأنه بالأصل هو جهاز إنتاجي وليس اقتصاد ريعي، مبني هو على قواعد إنتاجية متعلقة بالزراعة والصناعة. الذي حصل الآن هو كان انخفاض كبير للليرة السورية، نعم نتيجة مضاربات. الانهيار الاقتصادي للعملة الوطنية يجب أن يكون مبني على مؤشرات اقتصادية، بمعنى أن هناك انهيار اقتصادي يتبعه انهيار تدريجي، ولكن مضاربات معينة لأسباب سياسية لا سيما بعد إنجازات حققتها الحكومة السورية على الأرض في المجالين الأمني والسياسي، هذا الأمر أدى إلى أن يحدث هنا مجموعة من المضاربات. فعلى سبيل المثال في يوم واحد انخفض سعر الليرة السورية تجاه الدولار إلى 30 ليرة تقريبا. هل هذا يعني أن جميع مؤشرات اقتصادية انخفضت بذات النتيجة؟ لدينا إضافة لذلك مؤشر مهم جدا لعلك قد تابعتيه آنسة نوها من فترة، وهو ارتفاع مؤشر البورصة السورية لأعلى مستويات قياسية لها منذ سنتين. هذا يعني أن المؤشرات الاقتصادية حقيقية في تحسن، بينما ذلك لم ينعكس على المؤشر المالي المستوي.